تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سعد الله صباحكم مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين، استقبال آرائكم ولحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. يعني أتمنى إن شاء الله يكون الأسبوع اللي طاف أسبوع مليء بال إنجازات عليكم مستمعين الكرام. اليوم عندنا العديد من المواضيع اللي منتكلم عنها، ولكن قبل ذلك خلونا نرحب بطاقم البرنامج. معنا ميرا الغفلي في التنسيق، وعندنا في الإخراج بنوح أيمن سرحيل، وفي التقديم تشاركني ندى الملة. دكتورة ندى، شو أخبارك؟ صباحكم ورد، صباح الجمال، صباح الخميس الونيس. أسماء كنت معاكم، كنت مشغولة في العيادة، فاليوم أنا معاكم آخر يوم في الأسبوع، هو أحلى يوم في الأسبوع طبعا. إن شاء الله كان الأسبوع أسبوع جميل، كان في بعض الإنجازات، مهم جدا أي شيء حققناه خلال هالأسبوع يكون عندنا ورقة وقلم، دفتر وقلم، وأكتب فيه مهما كان هالإنجاز صغير، وأدخل على عطلة نهاية الأسبوع بروح عالية وأنسى مشاكل الدوام في الدوام. ذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006 ولايف على نور دبي فقط. طيب اليوم طبعا مبادرة يوم بلا مراكز خدمة، هذه المبادرة اللي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. طبعا هيئة الصحة حددت عدد من خدماتها الذكية للمشاركة في هذه المبادرة، وأيضا تم إيقاف المعاملات اللي تتطلب إجراءات دفع في هذه المراكز لمدة يوم واحد، وتم يعني قصر هذه الخدمات على القنوات الذكية اللي تشمل التطبيقات الحكومية الذكية المكتبية والمحمولة. طبعا أيضا عندنا مؤتمرين اليوم، صح. واحد منهم مؤتمر التغذية، مؤتمر دبي للتغذية، هذا المؤتمر الثالث، وأيضا المؤتمر الأول لتخثرات الدم. صحيح. ما نتعرف على هذا المؤتمر من خلال هذه الرسالة السريعة مع الزميل العزيز يوسف سعد. صباحك الله بالخير. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين وجميع المتابعين لبرنامج صحة وسعادة. محمود أنا متواجد الآن في فيستيفال فندق انتركونتيننتال في الفيستيفال، وقبل قليل وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة دبي، انطلقت أعمال المؤتمر دبي الثالث للتغذية. المؤتمر محمود طبعا شهد حضور مكثف من الأطباء والخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها. معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة دبي قبل قليل افتتح أعمال هذا المؤتمر الذي تحضره للمرة الأولى الجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والأنبوبية، ودي أول مشاركة للجمعية خارج في منطقة الشرق الأوسط. جميل. محمود المؤتمر يبحث العديد من القضايا والتحديات والمشكلات العالقة بالتغذية والأنماط الصحية السليمة، وقيمة المؤتمر محمود إن هو بينطلق اليوم ويأتي في تزامنا مع هذه المبادرة المهمة الغير مسبوقة، مبادرة دبي للتحدي، تحدي دبي للياقة اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي العهد. وكما أن مبادرة دبي للتحدي
بتؤكد على أهمية الأنماط الصحية في المجتمع وبتؤكد وبتتوافق مع كل الدعوات العالمية وخاصة منظمة الصحة العالمية لضرورة ترسيخ المفاهيم الصحية في أوساط المجتمع واتباع وممارسة أنشطة رياضية للوقاية من الأمراض وخاصة الأمراض السكري وأمراض وكل المشاكل المتعلقة بفرط الوزن وزيادة الوزن. يأتي المؤتمر يرسخ هذه المفاهيم التي تحملها مبادرة تحدي دبي للياقة وترسخ نفس الدعوات التي تطلقها المنظمات العالمية الدولية. وده بيعكس محمود المؤتمر كله في جوهره وفي مضمونه بيعكس اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة واهتمام مدينة دبي كمدينة عالمية بصحة الأفراد المجتمع وبيعكس قد إيه حرص مدينة دبي وهيئة صحة دبي الممثلة في هذا القطاع الصحي على الحفاظ على صحة المجتمع وإن المجتمع تكون فيه فلسفة بتتناغم مع الصحة ومع الدعوات العالمية لمجتمع أكثر صحة وسعادة. المؤتمر زي ما قلت لك محمود يحضره الكثير مئات من الخبراء وهو ممتد حتى يوم غد إن شاء الله. وفي كلمته الافتتاحية أكد معالي الخطامي حرص الهيئة على نشر مفهوم الغذاء السليم في أوساط المجتمع. أشار أيضا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في مستشفياتها وأهمية قسم وإدارة التغذية العلاجية في منشآت الصحة دبي، أهمية هذا القسم ودوره الرئيسي في عملية الوقاية والتشخيص والعلاج. أشار أيضا إلى مجموعة الحملات التوعوية التي تقوم بها الهيئة من خلال إدارة التغذية العلاجية في الهيئة. أكد على المفاهيم السليمة التي تهتم بها دبي لتعزيز رفاهية العيش فيها وتأكيد على أن دبي تمتلك قدرات تمكنها من تقديم تجربة صحية مميزة للباحثين عن حياة صحية مديدة. ده المؤتمر الأول محمود اللي هو انطلق قبل قليل. بعد ساعة من الآن سينطلق مؤتمر آخر وهذا المؤتمر يعني له أهمية بالغة لأنه يناقش موضوع حيوي جدا ومهم جدا وهو موضوع تخثر الدم. يمكن البعض من السادة المستمعين يستغرب الفكرة، فكرة تخثر الدم وهذه المصطلحات الطبية اللي احنا دائما نسمعها يمكن ما نقدرش نتابعها كويس يعني جيدا، لكن موضوع تخثر الدم ده وراء معدلات عالية جدا من وفيات مرضى القلب في العالم. المؤتمر قيمة المؤتمر أيضا مؤتمر دبي لتخثر الدم وأول مؤتمر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وهذا المؤتمر مدعوم من الجمعية الأمريكية لتخثر الدم ومدعوم من أكثر من منظمة صحية عالمية. أكدت أهمية استضافة دبي لهذا المؤتمر في نسختي الأولى وأهمية احتضانها لمثل هذا المؤتمر للوصول إلى خلاصة أو رؤية موحدة من الخبراء والأطباء والعلماء الحضور على استخلاص رؤية أو بلورة رؤية محددة تساعد منظمة الصحة العالمية وتساعد المؤسسات الصحية في العالم على مواجهة مرض أو مشكلات تخثر الدم وأثرها السيئة على المجتمعات. شكرا لك يا يوسف ونتمنى لكم التوفيق. شكرا عزيزي. شكرا لك. إذا كان معنا عبر الهاتف زميل يوسف سعد في رسالة مباشرة عن مؤتمر دبي للتغذية ومؤتمر تخثرات الدم اللي سوف ينطلق إن شاء الله بعد ساعة من الآن. نتمنى التوفيق لكل العاملين في هذا في هذين المؤتمرين. ونحن نطلع فاصل دكتورة، بعد الفاصل إن شاء الله بتكون معانا يعني شغلة جميلة جدا بنتكلم عنها مع الدكتور عبيد الجاسم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل دكتورة 600-551-414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي في الإنستغرام. إذن قبل ندخل في موضوعنا الرئيسي اليوم، بقراكم هذه الدراسة اللي تقول أن الرجال البيض الذين يمارسون الرياضة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالرجال أصحاب البشرة السوداء. وبحسب ما ذكرت دراسة من جامعة إلينوي في شيكاغو، فإن الرجال البيض الذين يمارسون الرياضة لمدة تناهز 7 ساعات ونصف الساعة من الأسبوع أكثر عرضة لأمراض القلب واقع مرتين إذا ما قرنوا بنظرائهم السود. وشملت الدراسة عينة من 3175 ممارسا للرياضة على مدى 25 عاما كاملا. توصلت الدراسة أن الرجال البيض الذين مارسوا الرياضة بشكل كثيف تراكمت لديهم صفائح في الشرايين بصورة أكبر قياسا من أصحاب البشرة السوداء. وأضافت أن تراكم الصفائح داخل الشرايين يؤدي في الغالب إلى مشكلات خطيرة في عضلة القلب. وجرت تقسيم المشاركين في الدراسة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 إلى 3 فئات استنادا إلى وتيرة ممارستهم للرياضة. ووجدت الدراسة أن الرجال البيض الذين أكثر من الرياضة كانوا أكثر عرضة لتكلس الشريان التاجي بنسبة 86% مقارنة بممارسي الرياضة من أصحاب البشرة السوداء. أيضا نوهت الدراسة إلى أن ما توصلت إليه لا ينبغي أن يؤثر على معنويات الرجال البيض أو أن يثنيهم عن ممارسة الرياضة، فالنشاط البدني ضروري للجسم ولا بد من أهم شيء معنويات الرجال البيض. الشقر، هي ذكرت الشقر، ليش الرجال الحريم بعد نفس الشيء؟ هي ما ذكرت حين الحريم، الحريم كم محمية من هذا؟ لا. أنت مصر تدخل حريم في أي دراسة؟ شوف الدراسة محمود لو واحد يركز فيها. زي إذا حرمة شعر يعني أشقر صابغة شعر عادي. صابغة شعر عادي. ما بتبدي. إيه إنزين تفضلي. الدراسة شو الهدف منها؟ الأكثر من النشاط الرياضي، مو بلا مارسة والنشاط الرياضي ضمن الحد الموصى به يعني. يعني يقولون أكثر من 7 ساعات ونص. في الأسبوع يعني تقريبا يوازي ساعة في الأسبوع، فيكون عندهم عرضة أكثر لإصابة أمراض القلب. طبعا محمود المعروف في مجال الطب إن شيء اسمه الريس، الريس أو العرق، يعني العرق معناه الأصول. يعني مثلا إحنا عندنا اليالو ريس أو الناس الصفر اللي هم من آسيا، اللي يكونون الوايت اللي يكونون من أمريكا أو من أوروبا. فالريس نفسه أو الأصول اللي منها تأثر وايد في الإصابة بأمراض أكثر من أمراض معينة، وهذا معروف وعليه دراسات وايدة، سواء أمراض القلب، الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم. في عندنا يعني أصول معينة عنده مثلا عرضة أكثر إصابة بضغط الدم، ولا نشوفهم بالعيادة من يدخلون علينا نميز إن هذه الاحتمال كبير يكون عندهم ارتفاع في ضغط الدم. فهذه الدراسات موجودة أصلا من قبل. جميل، شكرا. أنت شو رئيست؟ تبغي تسأل حد الحين؟ خلاص تسأل شو رئيسك، ها يعني أنت موين يا يعني، ها يعني شو القبيلة مالتك بس من نوع من ناحية أخرى. إنزين طيب، نحن على طاري أمراض القلب معانا في الاستوديو الآن ينضم لنا الدكتور عبيد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي ورئيس فريق نبضات. صبحك الله بالخير دكتور. أول شيء صباحكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة. شكرا لك دكتور. نحن يعني هيئة الصحة بدبي تقوم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية في الفترة ما بين 27 من شهر أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل بتنظيم حملة لعلاج قلوب الأطفال في جمهورية طاجكستان، وذلك ضمن الحملات المستمرة التي يتم تنظيمها في هذا المجال لعلاج تشوهات قلوب الأطفال بمختلف دول العالم. أنا قبل أدخل في هذه الحملة في تفاصيل الدكتور، خلينا نسوي رفرش حق المستمعين وحق المتابعين، شو هي مبادرة نبضات وشو هي الفكرة اللي تسعون لها من خلال هذه المبادرة وشو الإنجازات اللي تحققت خلال الفترات الماضية؟ إن شاء الله. بس اسمح لي قبل تعليق على تعلق على الدراسة. طبيب أمراض قلب طبيعي كوني أنا طبيب أمراض قلب وجراح. أنا عيد دكتورة ندى، الموضوع كله جينات، لأن الجينات تأثر بشكل كبير على شو المرض اللي الشخص اكتسبه. صحيح. فالريس إذا كان مثلا أو العرق هذا
يرجع للجينات في النهاية. صحيح. فالجينات الأفريقية غير عن الآسيوية غير عن الأمريكية، ففي بعض الأمراض تطلع بسببها الجينات، لكن صحيح. الأمراض القلب الجينات هي القاعدة، لكن بعدين عندنا عوامل داخلية من داخل الجسم، أمراض تطلع من داخل الجسم كالسكر والضغط والكوليسترول، ممكن تضيف نسبة الخطورة لاكتساب أمراض القلب، أو عوامل خارجية من خارج الجسم. صحيح. عادات نحن يعني أو البيئة اللي نعيش فيها أو العادات اللي نحن مثل الأكل. صحيح. عدم ممارسة الرياضة، التدخين، الأمور هذه، الضغط النفسي. اليوم الضغط النفسي عامل رئيسي نحن نشوفه في المرضى عندنا. صحيح صحيح. بس تعليق هي على هذا الطاري، ما دام نحن فتحنا هذا الموضوع دكتور، خلنا نعرف نحن في منطقتنا شو جيناتنا، هل شو هي تعطينا شو اسمه احتمالية كبيرة ان نتعرض لأمراض القلب؟ لا شوف هني صعب انك، لان ما في دراسات كبيرة على المنطقة هني. صحيح. اكثر الدراسات قائمة في اوروبا وفي امريكا، بس احنا نحن نعتبر من اليلو، شو يسمونه، اليلو ايشين. اوكي تمام، احنا رقمنا في النص يعني بين يعني عاليه منخفضه؟ لا ما تعتبر عاليه، ما تعتبر عاليه، لكن في يزيد، لان بس اليوم عندنا نحن عوامل او الاصابه بامراض القلب عاليه لان في اشياء ثانيه دخلت على الجينات. صحيح. عوامل خارجيه كثيره تاثر على جسمنا وجيناتنا. صحيح. فهاي يمكن تحتاج دراسات على اساس نحن نثبتها، بس من الحالات اللي نحن نشوفها، خاصة الناس يجونا في سن صغير يعني ما في سن كبير. ممتاز. فأفتكر أن هاي الأشياء تحتاج دراسة على أساس نحن نوثقها. أكيد. وإن شاء الله تسوون هذه الدراسة بما كنتم العلماء وفي هذا المجال، أتمنى يعني على الأقل على مستوى إمارة دبي، على دولة الإمارات، على المنطقة، وإن شاء الله الجهود تتضافر في هذا المجال. طيب دكتور، نرجع لمبادرة نبضات. نعم، نبضات. نبضات طبعا أساسا هي مبادرة من مبادرات سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب الخيرية، تحت إشراف مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي. فكرنا نحن في إطلاق هاي المبادرة في 2007 نظرا لحاجة الأطفال، نظرا لحاجة الأطفال لهذا النوع من العلاج، لأن شاهدنا أن في كثير من الأطفال ما عندهم أو العوائل ما عندهم المقدرة للوصول لعلاج هذا النوع من الأمراض في الدولة وخارج الدولة، لعدم وجود عدد كافي من الخبراء في المجال. صحيح. وكذلك عدم وجود مراكز كثيرة في الدولة وخارج الدولة، وكذلك أن التكلفة عالية. صحيح. ففكرنا في الموضوع، بدينا في حملات خيرية داخل الدولة في 2007 بمساعدة مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي. هيئة الصحة بدبي طبعا تتكفل بإحضار الفريق والتجهيزات الطبية، وطبعا الخبراء اللي موجودين سواء في الهيئة أو الفريق الزاري اللي كان يجينا، والمؤسسة كانت تتكفل بتكاليف العلاج للوافدين. بعد ذلك كنا استمرينا في الحملات الداخلية ل 2012، لاحظنا أن خلال الفترة هذه جتنا طلبات كثيرة، الناس كانت تسمع أن هي حملات مجانية لعلاج قلوب الأطفال، والحمد لله النتائج كانت ممتازة، فكانت تينا طلبات وناس يجونا بنفسهم من خارج الدولة من دول ثانية، مثل عندك مثل دول مثل الهند، باكستان، بنغلاديش، سوريا، فلسطين، من مصر، من السودان، كانوا يجونا هني. فشوي واجهنا صعوبة أن نحن ندخلهم في البرنامج، فبعدها فكرنا أن نحن نطلق حملات نطلع لهم للأطفال هاي وذويهم، ما نكلفهم عناء السفر وتواجد خارج دولهم. فأنشأنا فرق وانطلقنا لهاي الدول بمساعدة المؤسسة وهيئة الصحة، ومن 2012 لليوم زرنا عدة دول وقمنا أكثر من 8 حملات خيرية، عالجنا فيها أكثر من 1000 طفل الحمد لله. رحنا للسودان، رحنا لمصر، موريتانيا، أديس أبابا، في دول مختلفة كمان الحين سمعوا عن الحملات يطلبون منا نحن نزورهم. طبعا العلاج يكون يما بالقسطرة أو عمليات القلب المفتوح، فإحنا نكون فريق شامل كامل حوالي 20-25 شخص يطلع لمدة أسبوع لـ10 أيام، نعالج أكبر عدد ممكن من الأطفال.
ممتاز. دكتور عبيد احنا بنكمل معاك الموضوع الشيق بس انا دخل علينا وقت الفاصل، بنطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600-551-414 وعن طريق رسالة نصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طبعا معنا في الاستوديو الدكتور عبيد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي ورئيس فريق نبضات. مستمرين معاك دكتور، وإن شاء الله ما نتحدث بشكل مفصل كذلك عن هذه المبادرة، ولكن خلنا ناخذ هذه المداخلة من بو حمد. بو حمد سامع عليكم. السلام دكتور. السلام لك محمود. السلام. حياك الله. هلا فيك خوي، تفضل. السلام على الدكتور الوزير وقيادة مؤسسة النبضات على المجهود الكبير اللي يعملونه. عندي بس أول حاجة أبو حمد ما أسمعك بوضوح، إذا بتخف على صوت الراديو يمكن يقطع الصوت شوية. هلا أبو حمد. هل في مجال للمساهمة مثلا في الحملات؟ أوكي، هل في مجال للمساهمة في الحملات؟ نحن للمتطوعين دكتور مثلا؟ نعم نعم. أبو حمد أنت الدكتور أول شيء؟ لا لا، مو بقضية الدكتور. قضية يعني مجرد مساهمة مالية ممكن، يعني مادية قصدك ولا يعني كشخص؟ نعم. هل هناك مثلا؟ نعم في هالمجال، إزاك الله خير، طبعا أشكرك على تواصلك ويانا. في هالمجال لازم تتواصل مع مؤسسة محمد راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وهون عندهم لوائح في هاي الأمور. ممتاز. النقطة الثانية لك محمود، تفضل. طال عمرك اليوم يعني أتمنى توعية الأبناء، خاصة يعني في سنوات الدراسة قد توجد عندهم أعراض يتجاوزون عدم علمهم، وهي تكون يعني قد تكون يعني مؤشرات المشاكل القلبية، نهجان، التعرق، هو يتجاوز عنه وما ينتبه له. صحيح. وقد إنه يكون يعني بعدين تتفاقم المشكلة. هذه نقطة وايد مهمة. يعني نقطة وايد مهمة. جزاك الله خير. الطلبة والمدارس والأندية. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حمد، هاي نقطة وايد مهمة. وأنا دكتور كنت أبغى أتطرق لهذا الموضوع، أبغى أعرف نحن حتى في هيئة الصحة عندنا بعض الممارسات والبروتوكولات الطبية في هذا المجال. من يطلع الطفل أعتقد يتم فحصه بشكل مباشر، وأيضا في أطباء يطلعون أطفال يطلعون بتشوهات خلقية في هذا المجال. طيب خلني أخلص البارت مال مبادرة نبضات ونتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. دكتور عبيد، كنا نتكلم في الفاصل عن الخصوصية التعاون مع قلب الأطفال، وشو أصغر عمر عالجته؟ طبعا على حسب المرض، أحيانا طفل ينولد ولازم تتعامل معه على طول. طبعا في أطفال خدج ينولدون وعندهم مشكلة في القلب، ففي بعض الأمراض أنت تقدر تنتظر عليهم سواء كان أسبوع أو شهر أو سنة، وفي بعض الأمراض لا، لازم على طول تتعامل مع المشكلة. مثال في تشوه خلقي نحن نسميه انقلاب الشرايين، يعني الشريان الأورطي مكان الشريان الرئوي والرئوي مكان الأورطي. الدم اللي يطلع من البطين الأيسر مفروض يطلع في الشريان الأبهر، فالحالة تكون معكوسة، فالدم يكون طالع من البطين الأيسر يكون طالع على الشريان الرئوي. صحيح. فهيسبب مشكلة على طول، على طول أول ما ينولد في مشكلة، فهني لازم تدخل إجراء سريع، يما بعملية أو نسوي ثقب مؤقت في غرفة القسطرة بين الأذينين، أساس أنه اختلاط الأكسجين يتساوى في هذا، لأن يصير عندهم نقص شديد في الأكسجين. صحيح. طيب. في أمراض ممكن ينتظرون فترة طويلة يعني. جميل دكتور، نرجع لنبضات. أنتوا عندكم الآن بتطلعون على طاجكستان غدا إن شاء الله. نعم. زين، خبرنا أول شيء عن الفريق اللي مشارك في هذه الحملة. أنا اللي أعرف أنه فريق دولي، يعني مو بس من الإمارات. فأبغي أعرف
الفرق هذه اللي تم علاج 1000 طفل من منذ انطلاق الحملة إلين اليوم. ونحن نعرف أن هذه العدد ممكن الناس يقولون أن عدد قليل، لا، عمليات القلب محتاجة وقت طويل طبعا في إجراءها بكل حالة. نعم طبعا الفريق مثل ما قلت دولي، الفريق الأساسي من هيئة الصحة بدبي، من مستشفى دبي، فريق قسم جراحة القلب والصدر. طبعا نحن عندنا تعاون مع عدة مستشفيات في دول في المنطقة وفي العالم. أنت عشان تنظم حملة مثل هاي، أول شيء الفكرة هي أن عمل تطوعي من الأطباء، يعني الأطباء كل واحد يأخذ إجازة لمدة أسبوع 10 أيام من إجازة ومن رصيدة ويشارك في هالعمل بدون أي مقابل. فعمل إنساني صحيح وطبي خيري. فإحنا عندنا شبكة من الأطباء والممرضين والفنيين اللي يشتغلون في هالمجال، متخصصين في هالمجال، وعندنا تواصل معاهم. لما عندنا حملة خيرية نتواصل وياهم ونشوف منهم يقدر يشاركنا. في كل حملة نحتاج حوالي 20 شخص 20 طبيب تقريبا. الحملة هاي نحن أكثر حوالي 25 شخص. من شو عن الكوادر المساعدة؟ نعم موجودين، بذكرهم الحين. عندك طبعا في الأطباء المتخصصين من جراح قلب مفتوح، أطباء متخصصين في القسطرة، أطباء متخصصين في العناية المركزة، أطباء متخصصين في التخدير، وهي يعني الأطباء الرئيسيين. بعدين نحن الكادر المساند أو المتخصصين الآخرين، عندنا التمريض في العمليات وفي العناية المركزة، عندنا فنيين جهاز القلب، هل يشغلون جهاز القلب خلال العملية، لأن احنا خلال العملية نوقف القلب والجهاز هو اللي يضخ الدم في الجسم، فلازم هذا واحد متخصص في هالمجال. عندنا فنيين مساعدين للتخدير، تمام. ففي كل تخصص ناخذ شخصين أو ثلاثة لنغطي عمليات القلب المفتوح في غرفة العمليات وفي غرف القسطرة وفي العناية المركزة. ممتاز. الدول اللي يتوجهوا لها دكتورة أصلا الإمكانيات فيها قليلة دكتورة. نعم. على حسب ما أنا أعرف الإمكانيات جدا ضعيفة تكون في هذه الدول. هني أنا أعرف، أنا أقرأ أفكارك، أنت شو تبغي تسألي؟ كنت بسألك كيف التعاون مع الإمكانيات في البلاد اللي تسيرونها؟ سؤال جميل. مع كل الأجهزة اللي تحتاجونها. سؤال جميل. نحن ما نقدر يعني فجأة أوكي نتواصل مع الدولة ومستشفى ونقول لهم نحن جايينكم ونروح مع فريق، عقب نواجه هناك مشاكل، سواء مشاكل في المستشفى كإنفراستراكشر أو البنية التحتية، كأجهزة، ككادر، كطاقم ما نعرف. فشو يصير؟ اللي يصير نحن سواء يعني هم يطرشون لنا طلب تعالوا سووا حملة عنا، صحيح، أو أن نحن نسمع عن مكان أن في لهم حاجة. فأول نسوي زيارة استطلاعية، نصير نسوي زيارة استطلاعية طبيبين وإداري من المؤسسة، نطلع نشوف المكان، نجتمع مع إدارة المستشفى، نجتمع مع الأطباء في القسم، نسوي كشف على المكان، غرفة العمليات، غرفة القسطرة، وكذلك الأقسام، ونشوف شو النواقص الموجودة. الأساس في الموضوع أن لازم يكون هناك عندهم غرفة عمليات غرفة قسطرة، لأن هذا نحن ما نقدر يعني تتنازلون عن العملية كلها بناء على هالغرفتين، أو نوفر لهم إياها في فترة قصيرة. لكن اللي نقدر نسوي مثل في طاجكستان، رحنا شفنا مستشفيين، مستشفى قديم شوية، رحنا عندهم يسوون عمليات قلب، عندهم غرفة عمليات وعندهم غرفة قسطرة، لكن الأجهزة الموجودة عندهم متهالكة قديمة من 1960 و70، يعني هم يشتغلون عليها بصعوبة ويسوون حالات يعني بصعوبة، صحيح، والنتائج غير جيدة. ففي هالمستشفى قلنا نحن لا، نحن بنساعدكم في نسوي لكم تجديد للأجهزة. ممتاز. بنساعدهم من هيئة الصحة بدبي، مؤسسة محمد براش للأعمال الخيرية الإنسانية، في شراء أجهزة سواء كانت جديدة أو مستعملة، لكن حالة جيدة تكون، ونطرش لهم صراحة غرفة عمليات كاملة. ممتاز. ما لعوزوكم شوية مثل بعض الدول طرشينا بشي لعوزوا الواحد. هني التواصل يكون كيف تواصل رسمي عن طريق مؤسسة محمد براش للأعمال الخيرية، صحيح، مع مؤسسة خيرية أو جهة حكومية في الدولة المستقبلة، فالأمور والإجراءات تكون أسهل. شفنا بعد مكان ثاني مستشفى أحدث، عندهم البنية التحتية والأجهزة كلها متوفرة، فإحنا علينا أن نروح بالطاقم ونروح نودي المواد الاستهلاكية لكل عملية قلب مفتوح أو كل قسطرة. ممتاز. المواد الاستهلاكية بضيف عليك بس لو تسمح، يعني وزنها حوالي تقريبا 1000 كيلوغرام.
ما شاء الله نشحنها قبل مسبقا للدولة هذه المواد الاستهلاكية لكل عملية. فنحن في كل حملة نستهدف نعالج أكبر عدد ممكن من الأطفال. الليستة اللي محضرين لنا إياها فيها حوالي 100 طفل. خلال الحملة هاي نحن من حملات اللي يعني اكتسبنا خبرة أن نحن نقدر خلال الحملة أسبوع نسوي حوالي 30 قلب عملية قلب مفتوح. ما شاء الله عدد كبير ما شاء الله. نعم بالنسبة لقلب مفتوح. قلب مفتوح نحن هني مثلا يوميا نقدر نسوي عملية وعمليتين مثلا. بس لأن هناك فريق كبير وهذا نحاول نسوي في اليوم 4 أو 5 عمليات. بالنسبة للقسطرة أكثر حوالي نسبة النجاح. نعم. دكتور نجاح هذه العمليات خاصة أنك أنت مضغوط بالوقت. صحيح إحنا مثل ما نقول نسوي جرد للحالات تمام. في حالات هي قليلة الخطورة في حالات متوسطة. صحيح. الخطورة وعالية الخطورة وعلى حسب المكان وهذا نحاول نحن طبعا هم هناك ما يسوون ولا حالة أو حالات قليلة جدا. صحيح. اللي هي حالات القليلة الخطورة نحن نحاول نسوي نمزج أو يعني نخلط ناخذ بين القليلة والمتوسطة وعالية الخطورة نساعدهم. صحيح. في حالات العالية الخطورة ولأن الفريق عنده خبرة كبيرة في التعامل مع هاي الحالات الحمد لله نسبة النجاح عالية جدا. طبعا ما أقول لك ما تصير وفيات لكن من كل 100 طفل حوالي عندنا نحن الستاندرد عالمي نسبة الوفيات تكون حوالي 5-7% والحمد لله نحن نتائجنا أقل من كذي لأن في دقة في العمل في دقة. صحيح. في العمل. صحيح. وفي الناس اللي شاركونا عندهم خبرة عالمية. يعني نحن مثلا عندنا دكتور زهير الهليس رجل معروف في جراحة القلب في المنطقة وفي العالم. ممتاز. عضو جراح رئيسي في حملات نبضات وعندنا أطباء كذلك من دول ثانية طبعا. ممتاز. طيب. دكتور عبيد بس كنت بسأل مثل ما أنت ذكرت أن تجددون غرف العمليات في بعض البلاد إذا كانت محتاجة. طبعا هاي نقطة مهمة أن أنتوا تبتدون المسيرة وبعدين هم يكملونها فهل يتم تدريب الطاقم بعد هناك على إجراء بعض العمليات بحيث أن طبعا أنتوا ما تقدرون ترجعون دائما لنفس البلاد. سألت الله خير. طبعا هذا سؤال مهم جدا وهذا هدف من أهداف نبضات. إحنا حاطين أهداف طبعا هي العلاج تخفيف العبء الاجتماعي والمالي على الأسر. صحيح. هدف من الأهداف التعليم التعليم المستمر إن في لازم يكون في طاقم موجود هناك على أساس نحن هم يشاركونا في العمليات ويتدربون وبذلك نحن نجدد لهم الأماكن أو غرف العمليات هذه والأجهزة على أساس إن هم في المستقبل القريب والبعيد هم يبدوا يسووا عملياتهم بنفسهم. صحيح. ففي تدريب مستمر في مشاركة مستمرة في تحديث الأجهزة والهدف إن نحن طبعا ما نقدر نسير لكل دولة 6 مرات في السنة. صحيح. وكذا وهذا أكيد. الهدف ان نحن نخلي الفريق اللي هناك موجود مؤهل لاجراء عمليات اكثر واكثر. طيب نحن ارقام التواصل معنا 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006 وايضا موجودين على حساب نور دبي في الانستغرام لايف. دكتور بالنسبه للاطباء اللي يبغون يتطوعون ويدخلون معاكم في هذا البرنامج شو الاشتراطات شو الأشياء اللي أنتم ممكن تأخذونها وكيف ممكن يتواصلون معاكم؟ صحيح. طبعا هذا عمل صحيح إنساني إنساني خيري تطوعي لكن في المجال الطبي لا ومتخصص يعني في عمليات القلب المفتوح فالناس اللي يطلعون معنا لازم يكون عندهم خبرة في هذا المجال سواء كان طبيب أو تمريض أو فني. أحيانا دكتور الخروج في مثل هذه المبادرات ممكن تزيد الخبرة عند الطبيب. نعم. نفسه. طبعا نحن في بعض الحملات خدنا معنا ناس أو أطباء في مجال التدريب وحابين يتخصصون في مجال جراحة القلب أو قسطرة القلب أو طب القلب فهذا المجال مفتوح. فطبعا في ناس جونا من السعودية صراحة أطباء في مجال التدريب وشاركونا والمجال مفتوح لكل حد في هال لكن في جانب اللي هو نحن نسميه اللوجستي أو الإنساني في نحن من المؤسسة يطلعون معنا ناس لأنهم يسوون مبادرات كثيرة غير طبية وعندهم مشاريع كثيرة عندهم خبرة في الأعمال. نحن طبعا عشان نطلع هناك محتاجين دعم لوجستي وإداري. صحيح. محتاجين مثلا من ترتيب يعني السفر الإقامة والحجوزات. صحيح. من ناحية السكن من ناحية المواصلات من ناحية الراحة راحة الفريق الفريق يشتغل من الصبح لليل بعدين يبالي مكان يرتاح فيه يبالي أكيد. يعني أكيد. الوسائل اللي هي تريح الفريق أنه هو يقوم بعمله بشكل مستمر خلال 7 أو 8 أيام.
فهني المجال مفتوح عن طريق المؤسسة، اللي يحب يعني يساهم لازم يتواصل مع المؤسسة. طيب دكتور، نرجع الحين نتكلم بشكل عام عن التشوهات الخلقية القلبية عند الأطفال. خبرنا شو أهم الأسباب، وكيف ذكر أبو حمد موضوع وايد مهم، هي عملية كيف ممكن نوعي أطفالنا بهذا المجال، وممكن نعرف البروتوكولات اللي تستخدم في هذا المجال على الأقل في هيئة الصحة. نعم، طبعا حالات أو أمراض تشوهات خلقية في القلب، السبب الرئيسي الجينات مثل ما قلنا، وطبعا عندنا نحن في المنطقة هو زواج الأقارب أكثر شيء. نسبة الإصابة حوالي 0.8%، يعني نحن نقول تقريبا من كل 1000 مولود تقريبا 10 أطفال عندهم تشوهات خلقية في القلب. لكن هاي التشوهات يما تكون بسيطة ما تسوي لهم مشاكل، أو تكون مثل ما ذكرنا معقدة جدا، إن لازم في تدخل على طول من يوم الولادة. في شيء يسمونه سكرينينج في الأطفال اللي يولدون، طبعا على أمراض عديدة، وفي الدولة حاليا أو حديثا أدخلوا السكرينينج على تشوهات الخلقية عن طريق قياس نسبة الأكسجين. صحيح، تمام. أي تشوه خلقي في القلب ممكن يسوي نقص خلل في الدم. صحيح، نعم، نسبة الأكسجين في الدم. فهذا الأكسوميتر يسمونه صار جزء من الفحوصات اللي تسوى على الأطفال حديثي الولادة. وطبعا في الفحص السريري، يسمعون القلب بالسماعة إذا في أصوات أو شيء على طول. صحيح، الطفل هذا يأخذوا له ويسووا له تصوير بالإيكو. صحيح، بالألتراساون. طبعا في لازم يكون في وعي بالنسبه للامراض والتشوهات الخلقيه في القلب في المدارس وبالنسبه للعوائل. اليوم الوسائل كثيره، سواء كانت عن طريق الشبكات اللي هي او الانترنت او الوسائل السمعيه والمرئيه. طبعا صحيح، اكيد. دكتور عبيد، انتم في قسم القلب في مستشفى دبي، شو الخدمات المختلفه؟ يعني الناس ما تفكر قسم قلب تقول بس يعني الناس عندهم سكتات قلبيه، ولكن عندكم خدمات متنوعه في قسم جراحه القلب، فشو الخدمات المتنوعه اللي تقدمونها، وشو ممكن نقول اصعب الجراحات اللي تمت في خلال من خلال قسم جراحه القلب في مستشفى دبي؟ احنا كقسم جراحه القلب والصدر في مستشفى دبي، او كهيئه الصحه ككل، نحن موجودين في مستشفى دبي وفي مستشفى راشد كذلك، وكذلك تينا حالات من لطيفه واللطيفه طبعا. صحيح، موجودين مستشفى دبي ومستشفى راشد ومستشفى لطيفة، لكن في بعض العمليات تسويها في مستشفى لطيفة، مثل نقول اللي هي الوصلات الشريانية. الأطفال الخدج المولودين يكون عندهم وصلة شريانية بين الشريان الأبهر والشريان الأورطي، وهذه يسوي لهم نقص في الأكسجين، فإحنا نروح هناك نسوي العمليات هاي. أصغر طفل سوينا العملية كان وزنه 650 جرام، أقل من كيلو. يا حليلة، وايد صغير. أي نعم، فخدماتنا موجودة في كل مستشفيات هيئة الصحة. جميل. لكن المركز الرئيسي في مستشفى دبي. كخدمة نحن بنكون متعاونين مع قسم القلب الباطني. نحن نعتبر مركز، وكقسم القلب الباطني وقسم جراحة القلب نعتبر نشتغل مع بعض في قسم واحد في مكان واحد. الخدمات اللي نقدمها من عمليات القلب المفتوح للكبار للأطفال، عمليات الصدر أو الرئة نحن كذلك نسويها. ممتاز. في مستشفى دبي ومستشفى راشد، وقسم القلب الباطني يقومون اليوم صار تخصص القلب في نحن نسميه سب سبيشاليتيز، يعني تخصصات فرعية. تخصصات فرعية في الطب أصلا، في تخصصات فرعية مثل عندك الباطني، الجراحة. صحيح، أطفال، لكن في مجال القلب صارت بعد في تخصصات فرعية، مثل في ناس متخصصين بس في تصوير القلب، نحن نسميهم الإيميجينج. في ناس متخصصين بس في الإلكتروفيسيولوجي أو الأريدمي أو الاختلال ضربات القلب. صحيح، في ناس متخصصين بس في القسطرة. نعم، فهاي الخدمات كلها موجودة نعم. في هيئة الصحة. نعم. طيب دكتور، أنا قبل أختم معاك بس أبغي يعني نصيحة أخيرة، إذا أنا حسيت بألم في قلبي زين، أو أن شفت شخص يعاني قدامي من أزمة قلبية، شو ممكن أسوي على السريع؟ طبعا إذا أنت متواجد في مكان خارج، أو يعني هاي الأشياء ممكن تصير للناس في المستشفى أو خارج المستشفى، خارج المستشفى على طول تتصل في الإسعاف. ما في إنعاش، ما في شيء. طبعا في ناس اليوم يتدربون، ناس عاديين يشتغلون في مجالات عادية. اليوم أطلق أو السنة الماضية أطلقت هيئة الصحة بالتعاون مع إحدى الشركات
اللي هو توزيع اللي احنا نسميه ديفيبريليترز في انحاء متعدده. صح. من المدينه. صحيح. في المراكز، في اماكن يعني العامه، تصير مثلا مثل طفايه الحريق. ايوه بالضبط. مفروض. بس لازم تدريب عليها. صح. هاي تنقذ فيها حياه، لازم الواحد يكون متدرب، وتدريب بسيط جدا. انه طبعا شو يصير الانسان لو صار عنده جلطه، اول شيء يصير في القلب انه يصير شو الرجفان في القلب، ممكن يصير اختلال في ضربات القلب. القلب اذا ما ينبض بشكل منتظم يصير رجفان، ضغط الدم يخف في الجسم، الواحد يغمى عليه، وممكن يصير نقص في الاكسجين. كل ما يتاخر وكل ما يتاخر يتاخر النتائج تكون طبعا أسوأ. وخيمه. صحيح. فالواحد عنده مثلا تدريب بسيط في الانعاش ويقدر يستخدم الصدمه الكهربائيه، جهاز الصدمه الكهربائيه، ممكن ينقذ شخص. هذا مهم جدا. صحيح. وطبعا اذا صار عند اي واحد عنده الم وبعد في وعي وكذا، وهذا على طول يتوجه للمستشفى. شكرا لك دكتور عبيد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي، رئيس فريق نبضات، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حملتكم القادمة. شكرا جزيلا. الله خير ودعواتكم لنا. الله يوفقكم. يعطيكم ألف عافية دكتور، من نجاح لنجاح إن شاء الله. الله يسلمكم. شكرا لك يا أميرة الغفلي، ما قصرتي معنا اليوم. شكرا لك يا أيمن سرحيل. وشو رأيت فيني أنا اليوم أقرأ أفكارك؟ إيه ما شاء الله عليك. حتى محمود. في الفاصلة. تناغم. كل ما أسأل سؤال تقول هذا السؤال أنا كنت بسأله. صرتوا فريق عمل ممتاز. لا. مشكورة دكتورة ندى، وإجازة سعيدة إن شاء الله للجميع إن شاء الله. أيضا مستمعينا، نحن ما نتواجد معاكم إن شاء الله في الغد من صباح الله خير في طواف دبي الوردي. محمود عنده سيكل ترى بيشارك. شكرا. زين، في طواف دبي الوردي بنكون موجودين معاكم الساعة 6:30 التجمع، 7 بنتحرك وراء السانست مول. أيضا بنكون في الكايت بيتش ضمن تحدي دبي للياقة. نتمنى منكم مشاركتنا في هذه الفعاليات، وإن شاء الله يعني نوصل للمجتمع الصحي الرياضي اللي نحن ننشده. وبعد يعني هذا يكون مثل وقاية من أمراض القلب. شكرا لك بنوح، أنا آسف طولت. عموما إجازة سعيدة ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.